يا رب. معارك هي الأعنف تدور منذ أيام في أطراف صحراء ميدي الحدودية مع السعودية، بعد تعزيز جبهتها مؤخرا بأكثر من 3 ألوية سودانية بكامل عتادها. دخول القوات السودانية على خط المعركة لم يغير في المعادلة على الأرض، بل إن مشهد المعارك يوحي وكأنه قذف بهم إلى محرقة حقيقية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى منهم أثناء محاولات تقدمهم الفاشلة شمال الصحراء. هناك كمائن كبيرة للجنجويد وللمقاتلين السودانيين، حيث تم إنزال أكثر من 3 ألوية في ميدي من الجنجويد لهدف التقدم وإحراز أي نصر يذكر في تلك الصحراء. لجوء السعودية إلى الاستعانة بالجنود السودانيين جاء بعد استعصاء ميدي منذ أكثر من 2 عامين وفشلها في التقدم، رغم جغرافيتها الصحراوية والساحلية التي لا تخدم الجيش اليمني واللجان الشعبية. منذ بداية العدوان والمعارك في جبهة ميدي محلك سر، لم تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام رغم جميع التعزيزات التي ضخت إلى هذه الجبهة، ورغم سهولة هذه الجبهة بالنسبة لقوات العدوان مقارنة بالجبهات الأخرى مثل جبهة باب المندب أو جبهة نهم. معركة غير متكافئة في العديد والعتاد، لكن الجيش اليمني واللجان الشعبية نجحوا على مدى 2 سنتين من الحرب في فرض رؤيتهم لخط سيرها والحفاظ على زمام المبادرة فيها، رغم فارق الإمكانات وتفوق العدو بالسيطرة على الأجواء وشنه الغارات المكثفة على طول خطوط الجبهة من ميدي حتى حرض واتساع رقعتها إلى باقي المناطق الحدودية. أحمد عبد الرحمن، الميادين.